أكلته حالياً مروق أني أعلن لكم عن الجهاز الجديد اللي مقدمينه لابيل براش. أي أحد يحتاج استشوار على البليس على شيء رهيب قوته رهيبة خلوكم معاي في السنابات الجاية. المرة اللي فاتت لما جيت أعلن لكم أعلنت عن جهاز اسمه لابيل براش. حالياً لابيل منزلين جهاز اسمه لابيل ستريت. شوفوا الجهاز كيف شكله وكيف فخامته وكيف رهابته، ومرة مرة حتستفيدوا منه يا بنات على ضمانتي. زي ما انتوا شايفين الجهاز الفخم هذا فيه 5 درجات حرارة. طيب بالإضافة لو نقرب هنا على أسنان الفرشة، شايفين كيف؟ أول ما شعرك كده تحطيه في الفرشة من 3 جهات حتوصلوا الحرارة، سواء من هنا ولا من هنا ولا من هنا. وبما أنه في 5 درجات حرارة يناسب جميع أنواع الشعر، أنت تعلي وتوطي زي ما أنت تبغي، وشعرك كيرلي، شعرك عادي، شعر إيش ما كانت نوعية شعرك، الجهاز الفخم هذا حيناسبه. وزي ما أنتوا شايفين البوكس فيه الجلافز وفي كليبسات وفي شنطة للجهاز نفسه، بحيث انكم لو تبوا تشولوه في سفريات واشياء زي كده. وحاليا ابدأ معاكم على شعر توتة عشان تعرفوا قد ايش الجهاز رهيب وقوي. انا شغلت الجهاز وشوفوا زي ما قلت لكم 5 درجات حرارة، تنقصوها وتوطوها من هنا. وزي ما انتم ملاحظين كمان ترى الجهاز بدون صوت، ما في صوت، ما في ازعاج. صح الستريتنر بصفة عامة انه ما في صوت، لكن هذا يعتبر كمان استشوار ومشط وستريتنر وبدون صوت. يا لب الهداوة يا شيخ، الفخامة الفخامة والهداوة والروقان، الصمت في شنو من شنان جمال. يرحمك الله. حاليا هذا شعر توت يا جماعة، حستشعروا معاكم حاليا. شوفوا انا حاطة دحين درجة الحرارة على 3. توتة بس ابغاكي تمسكي، امسكي ايش بك؟ بسرعة امسكي، ما عليك عند الموضوع، امسكي امسكي، مو حار مو حار مو حار. حطه في وجهك، والله مو حار، والله مو حار. ها ها ايوه، هذه احد مميزاته الرهيبه. يعني اي واحده تجيب العيد في نفسها وتحرق نفسها وقت ما تستشور تحرق رقبتها، هذا الجهاز امن، مره امن. رجعت خليته على حراره واحده لانه شعرتوته ما يحتاج يعني من الجذور لين النهايه. شوفوا شايفين كيف تمسك من الجذور لين النهاية؟ عادي ما تخافوا، لما تيجوا لين جذوركم لا تخافوا لأن الحرارة ما حتوصل وتحرقكم. شوفوا يا جماعة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، يعني الجهاز من الآخر تعيد على حسب ما أنت تبغي كيف يكون شعرك، وتحط درجة الحرارة على حسب ما أنت تبغي. الصلاة على النبي، مرة حلو مرة ما شاء الله. تخيلوا ان الجهاز عليه عرض